علي جبار محمد من سكنة محافظة ميسان، تعرضت إلى حالة تسليم بإيران، تعرضت لحالة تسليم بإيران، وأنا اتصلت بالشركة ورحت أعالج زوجتي بإيران، فتعرضوا لي 6 أشخاص، واللي اعتدى علي وتعرضت للمترجمة قاموا بضربي بالسكاكين، ودتشوني 9 دتشات، 3 براسي و6 بظهري، أخذوا ملابسي وموبايلاتي، وأخذوا جوازاتي، وأخذوا كل شيء ما خلوا عندي، زين؟ فأنا اتخذت كإجراء قانوني، زين؟ لأنهم عافوني بالشارع. من بعد ما بحثت ودورت قضيت المترجمة، هي المترجمة دزتها إلي الشركة. وقضيت بزنت المترجمة، المترجمة طلعت رئيسة عصابة، يا جماعة، رئيسة عصابة ورجل عصابتي، هاي الصور وهاي التقارير، قضيتها. دونت أقوالها قضائيا، دونت أقوالها ابتدائيا، هاي صورها وصور الاحترافات مالتها، واحترفت على 6 أشخاص، احترفت عليهم، هاي صار شهر أماطل، وحتى أخذت رشوة من داخل إيران، ومن بعد ما أقاموا وطوني جواز عبور من بعد شقاق الأنفس واتصالات، البارحة يتصلون بي يقولوا لي راح تطلع، هاي صورها، صور هذا رئيس العصابة، هذا زوجها بمطار امن الاهواز، زين؟ هاي هي موجوده، زين؟ زائدا جبت احترافاتها، هاي احترافاتها عندي، اللي يحب يتفضل يشوفها، احترافاتها هاي هي احترفت، قالت انا جبت العصابه 6 أشخاص، لحد الان البارحه يفاوضوني يقولون لي والله راح تطلع، مناشده باسم ولا والظاهر لا حلال من تنادي، شنو ماخذين من ايران يسلمون فينا؟ نجي نقدرهم ونحترمهم؟ يسلمونا ياخذون مالنا وحلالنا.